اهلا وسهلا بكم. سبب الزياره لمحافظه مصر شو راح يتضمن البرنامج؟ اهلا وسهلا ومرحبا. البصره مدينه الصحابه، مدينه سيدنا الزبير، مدينه الصحابي انس بن مالك. جئنا اليوم للبصره نتفقد ونتداول الحديث بينه وبين السيد المحافظ، كذلك نتفقد الاخوان الائمه والخطباء، ننظر اليهم، نرى مساجدنا، جوامعنا، مدارسنا وكلياتنا، متابعتها، متابعه عملها، متابعه سير العلماء، خطبهم، الخطبه الهادفه لوحده الصف في البصره. نعم، هناك موضوع جامع السراج، هل من الممكن ان يحل؟ ان شاء الله نتذكراني والسيد محافظ البصره، واحنا جايين اساس المهمه على جامع السراج للامانه. ممكن ان يحل خلال يحل ان شاء الله يحل. زياره الاخ معالي رئيس الوقف السني الدكتور مشعان خزرجي لمحافظه البصره، هذه الزياره الاولى لمعالي في البصره. كثير مواضيع ممكن هو تفضل الان انه الانتاخي والتواصل بين ووحده الصف العراقي من اجل انه هذا البلد يعيش بالامن والامان، ويوجد بعض المساجد انه ممكن انه اكتمل ترميمها، وهذه المساجد ادرجت من قبل محافظه البصره ممكن انه غدا تفتتح.